ستقوم القوات المسلحة باستعادة الأمن والاستقرار بمنتهى القوة، بقوة غاشمة. العسكرية المصرية، مصنع الرجال، عرين الأبطال. أعدكم رجالا أشداء أقوياء آمنوا بربهم ووطنهم. القوات المسلحة سواء كان من القوات الخاصة أو من القوات الجوية موجود وجاهز لتنفيذ أي مهام. هؤلاء هم أبناء مصر يؤدون واجبهم نحو وطنهم بكل شرف وأمانة. مصر قبل كل شيء فوق الجميع. عايزين ناخد بايدين العلم والمعرفة الطبية من خلال الكلية ديت. بالتخرج من الكليات العسكرية ينال كل خريج مكانه ومكانته بكل فخر واعتزاز ليصبح بطلا من أبطال القوات المسلحة المصرية. انتوا بتقوموا بمهمة عظيمة جدا لمصر، هو تفتكروا انها فقط للحفاظ على الأرض. القوات المسلحة المصرية حافظة الأرض خير أجناد الأرض. المعركة دي عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى. أشرف أبطال ورجال وعظام إن شاء الله. ناخد النار في قلوبنا وفي صدورنا ولا ينكوي بيها مصري واحد. انتم وانا معاكم. قسماً بالله اللي حيقرب لها وأنا مسؤول قدام ربنا لأشيل من فوق وش الأرض.
لتنفيذ أي مهمة. هنا داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا. الجيش المصري جيش رشيد، جيش بيحمي مش بيهدد. وإذا كان الجيش المصري قدر يعملها مرة فهو هيبقى قادر يعملها كل مرة.